للمزيد من النقاش إذا ينضم إلينا من الخرطوم الأستاذ عمار العركي الكاتب والباحث السياسي. أستاذ عمار، كان هناك اتصال من رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت مع قائد الجيش السوداني وقائد ميليشيا الدعم السريع، وأكد فيه بأهمية الجمع بينهما في اجتماع واحد وأن الأمر صار ملحا الآن. هل يمكن أن يحدث مثل ذلك الاجتماع افتراضيا، أم أن الأمر سيكتفى فقط باجتماع مندوبين أو وفدين في جوبا لمناقشة هدنة مستمرة أو الوصول إلى حل شامل؟ السلام عليكم، مرحبا بك أخ أحمد ومرحبا بالسادة المشاهدين. دعني في البدء أخي أحمد أن أتحدث عن نقطة مهمة، ألا وهي التدخلات الخارجية بصورة عامة في الفترة التي سبقت هذه الأحداث، والآثار التي تركتها التدخلات الخارجية على الأوضاع السياسية حتى بلغ الأمر إلى هذه المرحلة من الأعمال العسكرية التي تشاهدونها. مبدأ نذكر بموقف القوات المسلحة منذ بداية الأحداث وحتى يومان، هي القوات المسلحة موقفها واضح من أي مبادرات أو أي بناء أو تدخل إلى حين الانتهاء جملة وتفصيلا لكل من كل التمرد الموجود، وأصبح الأمر ما بين قيادة التمرد وقوات الشعب المسلحة. وفي هذه الفترة حدثت كثير من المبادرات والوساطات لم ينتبه إليها القوات المسلحة أو لم تتوقف عندها، إلا هذه المبادرة التي سيد الفاركيل مريادات، وسبقتها بعد المحاولات من منظمة الإيجاد ودولة كينيا ودولة جيبوتي. الآن توقف القوات المسلحة والتعاطي معها أو إبداء مثلما سماه بيان الجيش الموافقة المبدئية، هذه التعاطي يأتي في إطار سير العمليات على الأرض أو موقف القوات المسلحة على الأرض، أو اتساقا بما قالته قوات الشعب المسلحة بأن لن يتم التفاوض إلا الانتهاء من المرحلة التي يعني تحدثت عنها قوات الشعب المسلحة. هذا من جانب. الجانب الآخر، دولة جنوب السودان يا أخي أحمد بكل وزنها وبكل ثغلها هي تكاد تكون الدولة النصف، وهنالك تجارب ما بين قوات الشعب المسلحة ودولة جنوب السودان، أو دعنا نقول بين السودان ودولة جنوب السودان، في كثير من الوساطات والمبادرات المشتركة، إن كان برعاية مشتركة في جاريات أو في أحداث مشابهة في الإقليم، أو إن كان ذاتية بين الدولتين، فهنالك تجارب تدخل ناجحة جدا حينما تدخل السودان في اتفاق سلام جوبا المنشط الساري حتى الآن، والذي أحدث الاستقرار في دولة جنوب السودان، وكذلك تدخل دولة جنوب السودان في سلامة السودان، والذي يسري حتى الآن فيما يعرف باتفاقيات سلام جوبا التي جمعت الحكومة السودانية مع حركات الدارفورية أو حركات التمرد سابقا أو ما يدعى حاليا بحركات الاتفاح المسلح. فهذه كلها معطيات وكلها مؤشرات لأن يتم النظر أو التفاهم حول هذه المبادرة، ولكن يظل إنهاء العملية أو إنهاء التمرد والذي يحسب أنه بلغ نهاياته يظل هو الفاصل في القبول النهائي. وهذا ما يتم الآن على الأرض أستاذ عمار، يعني القوات المسلحة السودانية وباعتراف ربما من ميليشيا الدعم السريع تقوم باستهداف أرتال قادمة لدعم الميليشيا، ربما تجفف المنابع أو تحاول تكفيف المنابع، وربما ذلك أثر كثيرا، كما اعترفت الميليشيا نفسها اليوم بأن الجيش يقوم باستهدافات مباشرة لأرتال ولقوى عسكرية ومخازن سلاح وما إلى ذلك. فبالتالي تعتقد أن الأمر سيسير على خطين بالنسبة للقيادة، قيادة القوات المسلحة في الخرطوم، يعني يد تجفف منابع المشكلة ويد تذهب إلى مسارات سلمية أو مسارات تفاوضية؟
والآن ما يحدث أو شبهته بتلك الأرتال، هذه الأرتال يا أخ أحمد كلما زادت عملية لاحظنا كلما تم ضرب. الآن تتحدثون قبل لحظات عن استهداف الأرتال القادمة من منطقة الزريبة، وهي منطقة في شمال كردفان غريبة من مدينة اللغيط. وأما الموالح وفتاشة فهي على مشارف منطقة أم درمان، يعني تستطيع القول أنهم بلغوا مسافات على مغرب كانت من منطقة أم درمان. فبالتالي كلما لاحظنا كلما يتم استهداف أو ضرب تلك الأرتال ينعكس ذلك على 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 التمرد داخل الخرطوم، فنجد هنالك حالة من الهستيريا، إما تكون حالة من الهستيريا وزيادة في وتيرة النهب والسلب، وإما أن يدفع إلى مزيد من التسليم. بالأمس تم ضرب الرتل تحدث عنه قوات الشعب المسلحة في منطقة بارة وفي منطقة حملة الشيخ، فشاهدنا عقبها أفواج أو كميات من الذين سلموا لقوات الشعب المسلحة. نعم. وتصاعد خلالها العمل العسكري، فبالتالي هذا يدل على أن عملية الخطين المتوازين الذي تحدثت عنه يذهب في اتجاه الجيش، والمؤكد على ذلك هو نزول قوات الشرطة الاحتياطي كمرحلة جديدة من مراحل الخط الذي يذهب فيه الجيش في باب الأمن أو القضاء على الظواهر. وهذا ما أكدته بالفعل قيادات الجيش السوداني بأن وحدات من الجيش والشرطة تنتشر الآن في أحياء الخرطوم. على أي حال النقاش مع حضرتك مستمر الأستاذ عمار العركي الكاتب والباحث السياسي ضيفنا من الخرطوم طوال تغطيتنا المستمرة على شاشة القاهرة الإخبارية.